عميد الأطباء. أضعف الإيمان هي المساندة والخروج في تظاهرة تضامنية. اللهم انصر أشقائنا وإخوتنا في فلسطين في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وثبت شهادة ضحاياهم من الشهداء من الإخوان الفلسطينيين. قرينا فاتحة وإن شاء الله نكون، وهذا أضعف الإيمان، وإن شاء الله نساهم بالمساهمة فعالة في العمل الطبي، كل الأطباء مساندين للقضية، وإن شاء الله هذه تكون بداية للتعاون اللي هو طويل المدى القضية، وإن شاء الله نكون قمنا بأقل وأضعف الإيمان من الواجب، وإن شاء الله دائما على نفس الدرجة. شكرا. عمادة الأطباء من قبل المساهمة في العمل مع فلسطين، عندنا جمعية مع الأطباء الفلسطين، وكانت ديما تمشي في وقت السلم، عذاك علاش حتى في وقت الحرب لازم تكون حاضرة، وإن شاء الله احنا حاضرين نستناو بركة كيفاش نجموا ندخلوا لغزة، أما الأطباء كلها مستعدة باش تمشي لغزة، وإن شاء الله ربي ينصرهم وربي يوفقنا إن شاء الله. آمين. هذه أقل كما قال سيد العميد، هذا أقل ما يمكن من علوه، لكن احنا في نقابة تونسية الأطباء القطاع الخاص وكل أطباء تونس يساندون القضية ويساندون زملائهم في غزة، لأنه الحرب هذه فادت كل الحدود، واليوم الاعتداءات ولات على المستشفيات وعلى الأطباء وعلى المرضى وعلى الأبرياء، فهالوقفة هذه مساندة اليوم، وإحنا كلنا غزة جينا اليوم نعبر على مساندتنا ودعمنا وأن وزملائنا الأطباء في فلسطين. جينا نعبر أن كلنا على استعداد نكون متطوعين وجند من جنود القطاع الصحي في فلسطين المحتلة، ونحن على استعداد أيضا بمعيد أسدتنا ونقابتنا والعمادة الأطباء لاستقبال معنا أهل الجرحى لعلاجهم هنا وتقديم كل ما يلزم لدعم القطاع الصحي في فلسطين، على أمل إن شاء الله توقف الحرب قريبا. طبعا اليوم لبينا دعوة زملاء الأطباء لوقوف هذه الوقفة، وهي أقل ما يجب أن نقدموه للقضية الفلسطينية أمام المجازر وبشاعة ما يقوم به الاحتلال الصهيوني في حق جميع سكان غزة، في حق الأطباء، في حق المستشفيات. اليوم فقط في هذا الصباح تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء، تم قتل والاعتداء على عديد الكوادر الطبية والصحية في مختلف مستشفيات غزة. هذا عدوان همجي، هذه مجازر وهذا اعتداءات ضد الإنسانية. أهم شيء يجب اليوم نقوله أنه ندين السكوت وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضية، وطلبنا اليوم بكل قوة أن توقف كل هذه الإبادة، أن توقف هذه المجازر، أن يتوقف القصف الصهيوني، أن يتحمل كامل العالم مسؤوليته في إيقاف ومحاسبة كل المجرمين الذي قاموا بهذه الأشياء. أنا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا جميلا. اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم عجل لهم بالنصر. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارحم شهدائهم. اللهم اشفي مرضاهم. اللهم انصرهم نصرا جميلا يا رب. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم سدد رميهم يا رب. اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم واشفي مبتلاهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.